ده تقرير سيادة وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة علشان أستاذ عادل النجاري. الحالة برضو مدهورة والحالة صعبة جدا، بس هنشوف برضو دلوقتي في مداخلات معانا علشان حالة الأستاذ عادل. لو موجودة معانا يا جماعة عرفوني. وعاملين فقرة في بيت أميرة اسمها شرف الخير. شرف الخير دي أي حالة إنسانية هتتعرض إن شاء الله بإذن الله هنشيرها، وبإذن الله صوتها يوصل بحيث إن هي إن شاء الله بإذن الله تتعالج أحسن أحسن حاجة إن شاء الله بإذن الله. معانا مداخلة لسه؟ تمام. الأستاذ عادل حالته الصحية اتدهورت جدا، امبارح دخل العناية المركزة ومش قادر وتعبان، فأنا دايما بروح ودايما متابعة معاه، بس امبارح جت تعب خالص ومش قادر، فإحنا بنتواصل مع حد من إخواله، حد من عمامه اللي موجودة دلوقتي معاه في المستشفى، وبإذن الله يطمنونا عليه ويكلمونا في أقرب وقت. معانا مداخلة. تمام. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أمين؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. معاك توكل النجيري ابن عم عادل. ازي حضرتك، عامل ايه؟ طمنا على الأستاذ عادل والحالة الصحية بتاعته دلوقتي. والله احنا امبارح كنا قاعدين فتعب شوية، فقوم قالوا لي نطلعه الرعاية. يا جماعه نطلع الرعايه ايه؟ علي صوتك يا استاذ توكل، معلش علي صوتك كده شويه. بقول لك يعني كلمت تعب شويه فقلت لهم طلعوا الرعايه. تمام. بقول لهم يا جماعه نطلعوا ده وكل حاجه، محدش بيطمن. قاعد معايا بقى 3 ايام يعني ما فيش حد بيطمن ان احنا نعمل كذا ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه بي. بس اللي اعرفه ان الوزيره بنفسها قايمة بالمكالمات وقايمة بالرعاية، إن بتتصل دايما على المدير وبتكلمه إن الحالة الصحية وبتتواصل معاه. هل ده صحيح وهل في اهتمام بالحالة؟ هو إحنا يعني عم بنكلم حد يعني زي حضرتك اللي هي زي الحاجة صلاح رجب، فعلا حد بيجي لنا وبيهتم وبيتأثر كتير. أمال ما طول ما إحنا قاعدين كده شايفين ما فيش حد بيخش. يعني لازم واسطة علشان خاطر ان الحالة اللي يهتموا بيها. بالظبط كده. طب ايه الاحوال بتاعته دلوقتي؟ احنا دلوقتي في الرعاية ما حدش بيخش له. طب قبل ما يخش الرعاية كانت حالته عاملة ازاي؟ وهل فعلا في واحدة ممرضة هي اللي منعت عنه الاكل؟ لا هي مش عاوزين نلحق، هو ما كانش قادر يطلع اصلا الاكل، فانا ما يعني انا قاعد معاه فمش يعني هو كان ما كانش قادر يطلع الاكل. يا ريت تقف في حته فيها شبكه لان الصوت مش واضح كويس. هو ما حدش منع عنه الاكل، هو ما كانش قادر يبلع الاكل فما كانش بيقدر ياكل. تمام. عشان صدره ويجيله خدش في نفسه. بس هو كان في البيت يعني كان في البيت ما كانش بيشتكي من صدره، ما كانش بيشتكي من فقد من النفس ده. فمش عارف احوالنا اتغيرت خالص، انا كان في البيت احسن من هنا. انا بشكر حضرتك جدا ونتواصل معاك دايما، وان شاء الله باذن الله انا هنروح نطمن على الاستاذ عادل النهارده ونطمن كل حبايبه. لازما نعمل حاجه علشان حد يجي لنا، لازما واسطه علشان خاطر الناس تتحرك. فان شاء الله باذن الله هنتواصل مع الاستاذ عادل وان شاء الله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، اللهم امين. دلوقتي معانا فقره جديده من فقرات بيت اميره، مصممه الكروشيه الاستاذه ايمان توفيق اللي منورانا ومشرفانا بحاجاتها الجميله الرائعه دايما. ازاي حضرتك يا استاذه ايمان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منوراني والله. الله يكرمك. مشرفاني جدا. الله يخليك. عايزين تعرفينا بقى امتى اشتغلتي تيروكو او كروشيه يعني، وكان صدفة ولا يعني كده يعني من ولا موهبة من زمان؟ من زمان يعني كانت هواية من زمان يعني في الثمانينات كده اهوت. ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا رب دايما. انا معايش طبعا دلوقتي الحمد لله. فبدأت يعني كخدتها كهواية كده وما زلت يعني واخداها كهواية يعني.
بتعملي حاجات كتير ولا بيطلب منك حاجات معينة؟ لا ما بيطلبش مني، أنا بعمل حاجات هدايا. أوه. هدايا للأهل والأقارب وأولاد إخواتي وإخواتي كده، واخدها هواية كده يعني. بس أنا شايفة صفحتك برضك ما شاء الله كويسة جدا يعني، عليها عدد كبير ما شاء الله. الحمد لله طبعا. وحبايبك كتير يعني، سياطينك زي ما بيقولوا كده. الحمد لله. الحمد لله. طب إيه عرفينا بقى إيه الفرق ما بين الكروشيه والتريكو يعني؟ الكروشيه بيبقى غرزه حلوة قوي وباينة وظاهرة. آه. التريكو ما فيهوش تجديد، التريكو غرزة وتعمليها عيد المقلوب كده، هي غرزة. آه. لكن الكروشيه بيبقى غرز كتير قوي قوي وجميلة ومنتشية. ايه الصعب ما بين ده وده؟ يعني حسيت ان انت اخدت مجهود كبير لغاية ما اللي انا اخدت فيه مجهود التريكو. اه التريكو. آه. كان لكن صعب؟ بعد كده هو صعب فعلا ولا لا؟ دلوقتي بالنسبه لي خلاص مش صعب. آه. بقالي سنين قوي شغاله. آه. فيه ما شاء الله، فالحمد لله. بس بحب الكروشيه اكتر من ابره صغيره كده، بدل ما احط الابر الكبيره ديت فتبقى يعني شكلها متعب شويه. ما شاء الله. لكن الكروشيه جميله جدا والغرز بتاعتها جميله جدا يعني. طب بتحبي تعملي ايه اكتر؟ هل الحاجات الاطفال، حاجات كبيره؟ انا يعني لسه الفتره القريبه ديت بس كنت بعمل حاجات اطفال. لاني في انتظار حفيد ليا ان شاء الله. اول حفيد. فابتديت اتعلم على اليوتيوب الغرز بتاعت الاطفال والبيبيهات، فزي ما حضرتك شفتي كده انا عامله الحاجات البيبيهات دي كلها يعني. ما شاء الله. لكن كنت في البدايه بعمل حاجات بنات. احنا معانا الفيديو برضك، يا ريت يتعرض. اتفضلي. ما شاء الله. طب عرفينا بقى يعني العمل بتاعك ده، يعني دايما بتاخديه على كورسات يعني؟ هل خدتي كورسات ولا تعليم على اليوتيوب او تعليم من اصحابك؟ على اليوتيوب. يوتيوب. في البداية كانوا اصحابي في الشغل، وبعد كده بقيت على اليوتيوب بقى. تمام. بتعلم الغرز وبحفظها وخلاص بعملها على طول. طب برضك ايه الصعب بالنسبة لك في حكاية التريكو؟ التريكو يعني يعني هو مش صعب بالنسبة لي يعني. انا برضو تعلمت الغرز يعني، بس حبيت الكروشيه اكتر. انه في اشكال اجمل يعني. انت بتعملي الموضه لنفسك يعني؟ انت بتعمل ممكن يعني تتخيلي شكل كده معين ممكن انت تعمليه بشكل احلى؟ بعمله يعني لا، زي ما بشوفه بصراحه والله. يعني انا بشوفه على اليوتيوب وبعمله. احنا شايفين على التلفزيون حاجات جميله وحاجات روعه وشيلان وشلان، حاجات جميله جدا ما شاء الله. انا عامله الشيلان ديت ليا انا بقى والله يعني. انت المفروض ان كان في واحد يجي على كتفك كده يبقى حاجه جميله كده نشوفها عليك. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المره الجايه باذن الله، وحلقات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله. التصميم بقى بتنفذيه على كام يوم يعني؟ لو انت شفتي حاجه دلوقتي، انت اتعلمتي خلاص وبقيتي واثقه من الحاجه. ايوه الحمد لله. ما شاء الله. يعني لو شال بياخد وقت ولا؟ لا يعني مثلا ممكن اقل من اسبوع. تمام. وبعدين انا عامله لحضرتك بقى حاجه بسيطه كده هديه لحضرتك بس عشان يعني تسلمي لي يا رب. بدايه تعارف. اتفضلي. تسلمي لي يا رب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوفها مع بعض بقى وحبايبي كمان هيشوفوها. انا متشكره ليكي جدا جدا. نعم. جدا. نعم. كلك ذوق والله يا استاذه امان يعني. الله يخليك. واو جميل. قبل ما اشوفه اتفضل. ما شاء الله. يمشي على كل جميل جميل جدا والله. تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. جميل. طب ده بقى خدتي فيه كم؟ انا هلبسه يا جماعه يعني خلاص كده. ما فيش. ايوه عشان التكييف. هو التكييف فعلا صعب. لا دي مش دلوقتي بقى. تسلم ايدك. ولونه جميل يعني، انا احب اللون بتاعه جميل جدا. ده يمشي على كل الالوان. تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. هديه مقبوله. ربنا يخليك يا رب. تمام. بتقولي لي بقى ايه الالوانات الموضه دلوقتي ولا انت بتختاري الالوانات؟ لا في طبعا دلوقتي الوان نزلت كتيره قوي. اه في الجنجاو وفي الالوان الساده الجميله الهاديه الحلوه. انا بختار الالوان الهاديه الجميله. لكن بالنسبه لي انا ما بعمل حاجه لنفسي، بحب الغوامق يعني. لكن البيبيهات والحاجات دي كلها الوان فواتح. فواتح. لو حد طلب منك الوان متناسقه مع بعض اللي هي الوان مجوز، برضك تمام عادي شغاله فيها؟ بتحبيها ولا؟ قوي 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 والله. قوي قوي. القماش بحس ان في يعني اختلاف كبير، في بقى يعني قماش ده ده الخامات. في تقيل. وفي رفيع يعني. ما على حسب بقى. يعني مثلا شال يبقى مثلا غرزه سميكه شويه، الحاجات البيبيهات تبقى عايزه غرز خفيفه كده عشان البيبي يبقى لابس كذا حاجه مع بعض.
ما شاء الله. حد بقى عندك موهوب تاني في البيت يعني؟ انا انا عندي مرات ابني يعني. ربنا يخليها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب يا رب. احنا بنحييها برضك على الهوا وربنا يقومها بالسلامه يا رب، وان شاء الله باذن الله. لا وضعها خير يا رب. ان شاء الله باذن الله. الف سلامة عليها وربنا يشفيها لك حبيبتي. هي عندها هوايه برضو جميله جدا يعني. هوايه ايه بقى بالظبط؟ هوايه بتعمل صواني كده خشب جميله قوي بالديكورات بتاعتها بالالوان الجميله بالورود. والله ما شاء. وبعدين بتعمل سبرتايه بالمجات بالفناجيل القهوه. يا ترى بتجيبها ولا بتلونها؟ بتجيبها بيضه وهي بتلون. عندها هوايه الرسم. هوايه الرسم وبتصمم حاجات جميله جدا. طب هي يعني اما جيتي مثلا عملتي تريكو قدامك، هل هي فكرت ان هي تعمل زيك؟ لا بصراحه علمتها بس هي يعني مش قوي فيها يعني. بتبقى صعبه؟ صعبه. انا قلت لها في الاول انا كنت كده، كنت ببقى بعرق وبعمل كده اول ما اتعلمت، لكن بعد كده بقت سهله جدا يعني. يعني انا لو حبيت ان انا افكر ان انا اعمل تريكو او شغل كروشيه، يعني كروشيه انا ممكن عملت تريكو قبل كده فيعني بس بنساه يعني، تحس ان هو الغرز بتتنسي لو ما تنتيش يعني، ما خليتيش ايدك كده بتعمليه على طول خلاص بتنسي. خلاص حفظتها مجرد ما بشوفها على اليوتيوب بنفذها على طول. تمام. دلوقتي بخلص الشيل او بخلص اللي في ايدي، لو طلع غرزه مني بايظه انا بصلحها بقى. بتصلحيها بتفكه كله؟ لا ممكن الكروشيه يتفك كله عادي، لكن التريكو فكه صعب. تمام. على اساس ان هو بيكر بقى لوحده كده يعني غير ما تتحكمي في الفك. فانا بظبطها وانا شغاله. ما شاء الله. باجي لغايه الغرزه دي بجيبها من تحت واطلع بيها لو غرزه ساقطه. ما شاء الله. طب لو كده ما تعملي كورسات وتبداي ان انت تعلمي الناس او كده، او حتى على اليوتيوب ان انت تعملي، تفكري تعملي صفحه على اليوتيوب لتعليم؟ ما انا ليا بقى الصفحه بتاعتي على اليوتيوب. الصفحه بتاعتك ده للشراء او البيع والحاجات دي؟ للعرض. للعرض. لا بفكر معاكي لحاجه كويسه جدا ان انت تعلمي البنات، يعني تعلمي يعني في ناس كتير قاعده في بيوتها يعني ستات بيت حابه ان هي تتعلم مثلا الكروشيه، تتعلم حاجات جميله تعملها لاولادها لبناتها، فدي حاجه كويسه وفكره كويسه. اكيد. فممكن برضو نقترح على بعض ان انت تعمليها يعني ان شاء الله باذن الله اذا ربنا اراد يعني. ان شاء الله. حد طلب ان انا اعلمه، لكن انا طبعا بيتي وشغلي بيتي برضو واهتمامي برضو في حاجات في البيت وكده اهتماماتي، فممكن ما يكونش عندي وقت ان انا اروح اعلم يعني. تمام. ان شاء الله باذن الله خير عشان السن برضه يعني. في ناس بقى عايزين صفحتك يعني، عمالين يقولوا خليها تقول صفحتها، عايزين صفحت. اسم صفحتك بس على الفيس. تريكو وكروشيه اشكال والوان. تريكو وكروشيه اشكال والوان. كروشيه وتريكو اشكال والوان. تمام. ايه والعكس يعني. يعني العكس. تمام. الناس مبرجله شويه. تمام. مفيش اي مشكله ان شاء الله. اي حد محتاج اي حاجه في الكروشيه او الحاجات الجميله ديت ممكن يخش على الصفحه بتاعت الاستاذه امان، وان شاء الله باذن الله يلاقي كل حاجه جميله يعني، اشكال جميله يعني اقول ايه، شيلان وحاجات بيبيهات. البيبيهات دي اللي تحفه يعني، طحفة. شكلها جميله خالص. الحمد لله والله. انت بتجيبيها من على اليوتيوب برضو بجيب يعني؟ من على اليوتيوب. ولا انت اللي انا عايزاه يعني، مثلا عايزه سلوبيت اكتب سلوبيت، عايزه فستان بناتي، عايزه كده الكلوك، الحاجات دي كلها جبتها من بتعملي لكليك برضو صغننه؟ عاملاها وعرضها برضو. طب لو انا عايزه حاجه معينه وبعتها لحضرتك، ما بعتش الفيديو، بشوف الغرزه الشكل، بشوف الغرزه والشكل وبنفذها، وبرضك الخامه وبعدد الغرز والخامه. طب بتشتري بقى حاجاتك منين يعني؟ في يعني حاجات معينه بتشتريها دايما؟ في محلات في مدينه نصر وبجيب منها، وفي مصر الجديده، وفي المقطم. بتطلب منك ايه اكتر حاجه؟ اكتر ما انا ما يعني اللي هي الحاجات الجنزان ملونه، ممكن الحاجات الساده دي. تمام. احنا فرحانين بالحاجه وانا فرحانه بهديتي. الله يكرمك. الله يخليك. مبروك عليك. ودايما مفرحانه والله. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. طب نفسك في ايه بقى في سنه 2021؟ نفسي ان شاء الله اشوف اول حفيد ليا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب انا عايزه بس ايه، لسه قدامنا فقرتنا كتير وكان المفروض ان يكون معانا حاجات من طنط ايمان، بس يلا ما قدرتش تجيب الحاجات. كان شكلها جميل. انا اكتفيت ان الحاجات بتتعرض على الفيديو. تمام. مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله.
طب حابه تضيفي ايه لشغلك المره الجايه؟ يعني ايه اللي انت حابه ان انت تشتغلي ايه؟ انا عايزه اشتغل مفرش سرير. تمام. داني لسه ما عملتوش. تمام. مفرش سرير كامل. مفرش سرير كامل. عملتي قبل كده حاجات؟ عملت مفارش. عملت مفارش كتير قوي. طقطقات مثلا حاجات. عملت مفارش جميله جدا. ما شاء الله. للترابيزات وللانتريه لبيتك وكده. لبيتي انا وكهدايا برضو. انهي شغل فيهم اصعب؟ لا ما فيش حاجه صعبه بجد. لا لا لا. بس المفرش هياخد وقت. المفرش ما انا لسه بقى ما جربتوش خالص بصراحه. بس انا ده برضه كانت تعمليه على نظام تريكو ولا كروشيه؟ ممكن يبقى كروشيه، لان كروشيه فيه غرز حلوه يعني. هتعملي ستايل معين في دماغك ولا برضه كنتي لسه؟ شفت برضه على اليوتيوب كده حاجه جميله جدا يعني، اللي هو المفرش الساده كامل وبعدين في ساده ولا الوان؟ لا ساده، وبعدين زي نظام الفنادق كده المفرش بيتحط في اخر السرير ده. ما بتفكريش بقى ترسمي حاجه؟ يعني ممكن ترسمي كده تخططي ان انت انا نفسي اعمل الشكل ده وتفصليه على بشوف وبحاول فيه. بيطلع يعني، ممكن يطلع او ممكن بيبقى صعب بالنسبه لي بسيبه. يعني ان شاء الله اول مره بقى تبقى ليا ان شاء الله يعني. لا 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 بهزر معاكي والله. لا لو عايزه اي حاجه والله. لا ده هي اللي في الكنترول بتقول لي ليا، اتاري ليها هي بتقول لي ليا انا. لا والله ما انا بتمنى اي حد يطلب مني حاجه. بتقول لك ليا انا وللجماعه اللي هم في اعداد في الاعداد. ماشي ماشي. شفتي طمعانين في الهديه قبل ما اروح. عشان شافوا الهديه بقى عينيا ليهم. لا ده بيقولوا احنا هناخد الهديه كمان. تمام. لا خلاص تمام. مش ربنا يخليك يا رب. انت ايمان منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك. احنا ان شاء الله بس هنطلع فاصل وهنكون معاكي تاني ان شاء الله. تمام. فاصل ونواصل. ورجعنا تاني في بيت اميره واللي منورانا الاستاذه ايمان، وطبعا مدفيانا كمان. تسلمي لي. وكان معانا دلوقتي الفيديو بتاع الشيف نجلاء. بقول لها ربنا يشفيك يا رب دايما ويخليكي دايما لبنتك وتفرحي بها يا رب ان شاء الله. هنرجع تاني للاستاذه ايمان واقول لها يعني نفسك تشكري مين، ولا حابه ان انت تقولي توجهي رساله لمين؟ يعني اول حاجه رساله لمين؟ رساله لابني. تمام. ان ربنا يحفظه لي ويبارك لي فيه يا رب، ويديله الصحه والعافيه ويوفقه في شغله يا رب. اللهم ويرزقه بالذريه الصالحه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. نفسك في ايه بقى في 2021 على المستوى البلد كلها؟ ان ربنا يرفع علينا البلاء والوباء وكده، والبلد تبقى حلوه ويبعد عنا اي مكروه، وان شاء الله كده سعاده فيها، ويزيح الغم عننا يا رب كده. يا رب. وكله على الله يا رب. يا رب. اللهم امين. يا رب. يا رب. واشفي الاستاذ عادل يا رب. اللهم امين. بجد السمنة بجد حاجه تزعل جدا. ايوه اكيد طبعا. فان شاء الله باذن الله هنتابع معاه، والناس اللي باعتين لي المشاكل او اي مشكله يا جماعه انا هناخد المشاكل ديت ان شاء الله باذن الله، مش هسيب اي مشكله منهم الا ما ان شاء الله نوجهها للساده المسؤولين باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون حاجه كويسه للبلد، وبساعد دايما في الخير وشير في الخير مع اميره شعلان، ده هتكون دايما موجوده. اي حد عنده مشكله، عنده استفسار، عنده موهبه، كلموني دايما على صفحه البرنامج وانا تحت امركم في اي حاجه، وان شاء الله باذن الله تكون معانا الاستاذه ايمان مره ثانيه. ومتشكره ليكي وانبسطت بيكي جدا ونورتينا. ان شاء الله حلقات كتير في بيت اميره. متشكره ليكم وان شاء الله نشوفكم على خير في امان الله.